السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا واحد لا سوب شوربة سهلة، المقادير ديالها سهلة وكتجي لذيدة. هانتوما كتشوفوا كيفاش دايرة، كتجي لذيدة، عاد المنظر ديالها مزيون. عندنا جوج الجزرات، عندنا بصلة وحدة، طماطم وحده، مطيشه وحده، ليمون الحامض وحده، هذا المعدنوس، وجوج ديال الفصوص ديال الثوم. كاين هذا الرند، جوج الوريقات، وكاين هذه الشعريه فيرميسيل شويه، وكاين واحد شويه ديال السمك الابيض شويه، 100 غرام. كاين شويه هاد الكروفيت غامبا، وكاين صلصه مطيشه، واحد المعلقه كبيره ديال صلصه مطيشه. انتم غتشوفوا الطريقه. كنعملوا شي 4 المعلقات ديال زيت الزيتون في واحد الطنجره اللي عطيبوا فيها، كنزيد ثومه فصوص لان غنطحنو، و البصل مقطع، كنبقى نحرك شويش باش يدبل لينا هذا البصل. كنزيدو دوك الوريقات، مطيشه مقطعه طريفات، طماطيمه، خيزو اللي هو الجزر تا هو مقطع طريفات صغار، ايوا كنبقاو كنحركو هكذا في هذا الشيء كامل. كنزيد هذا السمك قطعو، وصلصه مطيشه اللي هي هاي معلقه، السمك كنعمل عين نصو مع المقلة، ونص اخر كنخليه نعملو في الاخرين. كنزيدو تقريبا شي لتر د الماء او لتر ونص حسب شحال عندكم نتوما ديال هذه. انا عملت شي لتر وربع، لتر وربع ماء، وطحنت حيت هاد الوريقات هادو، طحنت من بعد زدت هاد الجمبري اللي هو الكروفيت، نقيتو، وواحد شويه ديال من ديك النص ما كاملش تاع سمكه وحده، النص ديالها خليته قطعته طريفات. ها هو زدت الشعريه لان دغيا كيطيب عباش يبقى طريفات هكا صحاحي. وكنبقى كنحرك حتى كنحس بديك الشعريه هكا صافي، كما كنقولوا حنا دخل هاد الضفر طابت شويه صافي كنطفي، لان الجمبري راه دغيا هاد الكروفيت راه دغيا كيطيبوا، ما كاملش حتى 5 دقائق. عاود الحوت الاخر راه دغيا كيطيب، من بعد كنبقى لينا الشعريه عي كنشوفوها صافي طابت كنطفيو. كنعمل الليمون قطرات، نص ليمونه كنعصرها صافي، ومن بعد كنزوق بالمعدنوس. كنحط نغرفها في شي انيه في شي زلافه ولا هذا، وكنزوقو بالمعدنوس. صدقوني راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وما فيها والو، دغيا كتطيب. شكرا والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.